حيهم حيهم. مجددا ينتفض الأحوازيون ضد نظام الملالي رافضين سياساته في التهميش والاضطهاد بحق المكون السني في الإقليم الذي يشكل العرب غالبية سكانه. مظاهرات بدأتها مدينة الخفاجية قبل أن تلحق بها مناطق أخرى بغية تخفيف الضغط الأمني عنها وتشتيت قوى الأمن التي انتشرت بكثافة وفرضت حظرا للتجوال في عدة مدن من الأحواز، واعتقلت نحو 50 شخصا في حصيلة أولية، لتعود للأذهان ممارسات البطش والقتل بحق المتظاهرين السلميين خلال احتجاجات العام الماضي. الانتفاضة اللي سبقت هذه الانتفاضة كانت تسمى انتفاضة العطش، والآن بدأنا بانتفاضة الجوع، وهي الانتفاضة التي يعني بدأت بعد ما ارتفعت الأسعار في المواد الغذائية والخبز بالتحديد، يعني فأصبح يعني المواطن هو مضغوط دائما، المواطن الأحوازي يعني دائما له حصة الأسد من هذا الضغط ومن هذا التعسف ومن هذه الاحتقالات والسجون، فحينما يتحدث عن لقمة العيش يعني يحتقل ويسجن وتكون هناك احتقالات ويكون هناك عمق عقم غمع كبير جدا يعني. الغضب الشعبي ضد خامنئي ونظامه ليس إلا تراكمات خلفتها انتهاكات جسيمة بحق الإقليم وسكانه وممارسات عنجهية مستمرة منذ سنوات أتقنت فيها الميليشيات أساليب التهجير والتفقير والتمييز الطائفي، وسط توقعات بأن تتسع رقعة المظاهرات لتشمل مناطق أخرى من إيران في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وغلاء المعيشة، إذ أعلن ناشطون تشكيل لجنة لتنسيق الاحتجاجات تضم عدة أحزاب وتيارات سياسية وإعلامية وثقافية داخل إيران وخارجها، هدفها ربط الاحتجاجات في المحافظات بالعاصمة طهران والمدن الرئيسية الكبرى للتحول إلى حركة عصيان مدني منظمة. يعني في الأيام القادمة سيكون هناك حراك كبير جدا، وهناك تنسيق مع بعض القوميات والشعوب التي تتواجد داخل خارطة إيران، هناك تنسيق منظمات حقوقية وغير حقوقية ومنظمات وحركات في للمنظمات الكردية والبلوشية والتركية أيضا، وهناك منظمات أخرى تعمل داخل إيران، في هناك تنسيق وفي خارج إيران أيضا تنسيق بين هذه الشعوب يعني المستقبل القريب إن شاء الله ستكون انتفاضة كبيرة جدا، وانتفاضة ستقضي على هذا النظام الفاسد. تحركات تؤكد أن الشعب الإيراني على اختلاف شرائحه ضاق ذرعا بنظام ولاية الفقيه، وأصبح أكثر رغبة في تحصيل حقوقه المسلوبة بذرائع شتى وإسقاط الميليشيات التي ما جلبت معها سوى مزيد من الأعداء.